من المهم جدا الحصول على اللقاحات ضد كورونا، في نفس الوقت من المهم جدا تلقي اللقاحات ضد الانفلونزا الموسمية. لا يوجد أي إشكاليات ولا يوجد بإذن الله أي مخاطر أو مخاوف من تلقي الجرعتين في نفس التوقيت، بل حتى ولو في نفس اليوم. أبرز الإنجازات في نموذج العمرة الآمن، رصدنا أكثر من 21 ألف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة. مراكز الخدمة الشاملة المعروفة بمراكز عناية تم خدمة حتى الآن أكثر من 120 ألف مستفيد. إجمالي أعداد التصاريح الممنوح من المعتمرين والزائرين أكثر من 30 مليون تصريح. ندعو جميع ضيوف الرحمة ضرورة حجز الخانات الزمنية حسب رغبتهم الشخصية من خلال تطبيق توكلنا، حتى نقوم بخدمتكم على الوجه الأكمل وتكون رحلتكم آمنة مطمئنة مع الحفاظ على صحتكم وأمنكم.